ما حكم صلاة من يصلي في بيته وهو جار بالمسجد؟ إذا كان يصلي في بيته وهو جار للمسجد وليس له عذر شرعي، إلا يكون تاركا لواجب عظيم متعرض لوعيد شديد، لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، إما من عذر شرعي، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أحالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، ومعي رجال معهم حزم من حطب، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ووصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لأتيهما ولو حبوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فصلاته في بيته بدون عذر شرعي خطأ كبير، وينقص أجره نقصا عظيما، بل إن بعض العلماء يرى أن صلاته لا تصح إذا صلى في بيته وترك الجماعة من غير عذر، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته من أجل المشقة التي تعرض له في طريقه إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. فالأمر خطير جدا، وإن كان كثير من الناس في وقتنا الحاضر تساهلوا في صلاة الجماعة وصاروا لا يحرصون عليها، وهذا نقص عظيم، ويخشى عليهم من العقوبة لأنهم تهاونوا في أمر هو من آخر أوامر الدين بعد الشهادتين وهو الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام، فالمساجد إنما بنيت للصلاة فيها، لم تبنى ولم تنفق فيها الأموال ويرتب لها الأئمة والمؤذنون إلا لأن هذا أمر واجب وليس أمرا مستحبا. الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل إن الله سبحانه أوجب صلاة الجماعة حتى في حالة الخوف ومقابلة العدو وخشية الهجوم. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فأمر بإقامة صلاة الجماعة مع مواجهة العدو والخوف من هجومه، فكيف في حالة الأمن والاستقرار والصحة؟ فإن الأمر أعظم وآكد. الواجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن لا يتهاونوا فيه ولا يتكاسلوا مع من تكاسل، فإن هذا أمر خطير جدا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.